بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نكمل سلسلة المحاضرات مقرر ب104 لطلبة المرحلة الأولى كلية العلوم. معكم المتحدث دكتور محمد المازن. إحنا عملنا محاضرات سابقا تطرقنا عليها. اليوم المحاضرة الثالثة أو الرابعة، الثالثة نعم، تطرق حول classification of microorganism. Classification of microorganism أي بمعنى آخر تصنيف الأحياء المجهرية. تصنيف الأحياء المجهرية أي بمعنى آخر أنه كيف ممكن أنه نصنف الأحياء المجهرية. وطرقنا محاضرات سابقة عرفنا معنى الأحياء المجهرية اللي تشمل هي البكتيريا، الفانجاي، الفيروسات إلى آخره، والفطريات. إذن كيف ممكن نصنف المايكرو أورجانيزم؟ أوكي؟ بس إحنا هذا التصنيف راح نركز على المايكرو أورجانيزم، لكن راح يكون تصنيف لأول أورجانيزم، أول أورجانيزم، يعني بمعنى آخر classification of all organism in the nature. كيفية تصنيف كل الكائنات، كل الكائنات الحية، أورجانيزم، كائنات حية، مايكرو أورجانيزم، كائنات دقيقة. كيف ممكن نصنف كل الكائنات الحية بالطبيعة؟ نعرف معنى بالبداية معنى التاكسونومي. إنه نقصد بالتاكسونومي. Classification of living organisms in two groups. تصنيف الأحياء المجهرية الحية المن إلى in two in groups إلى مجموعتين. Organization أو organizing, classifying and naming living things according to specific criteria. Okay. خلنا نقرا السلايد كله حتى افهمكم. Taxonomy التصنيف consists of three parts: classification, identification تشخيص، classification تصنيف، identification تشخيص and nomenclature تسمية الثنائية. اوكي فورمال سيستم اوريجينيتد باي كارلوس فون ليني او يسمونه بعض الان بال لينياس عام 1701 الى 1778. زين نريد نعرف شنو هنا. نجي عندنا التاكسونومي. تاكسونومي شنو نقصد بالتاكسونومي؟ التاكسونومي هو العلم يهتم بمن بدراسة ثري بارت. العلم هو علم التصنيف، معناه ترجمة بالعربي هو علم التصنيف. تاكسونومي او ام واي هذا الجزء، وعندنا تاكسو يعني نقصد به تصنيف، اونومي ناصبين علم علم التصنيف. إن العلم التصنيف هو العلم الذي يهتم بتصنيف all organisms in the nature، كل الكائنات بالطبيعة. إذا هذه الحالة راح يعتمد على من؟ على three part. البارت الأول يسمى بالclassification تصنيفا، والثانيا الidentification، والثالثا أعطاها النومنكليجر. نومنكليجر تسمية علمية. حتى نفهم إنه شو نقصد بclassification وidentification. Classification معناه نصنف الكائن المن إلى groups أو إلى kingdom، إلى ممالك، أو نصنفه بعدين راح نعرفه يكون أقفت عندنا تاكسي أعلى من kingdom، من مملكة اللي نقصد بها الدومين. ومثل ما Identification أعطاها التشخيص، يشخصها يقول بالفعل يا هذا كان، وثم يعطيها تسمية ثنائية. Nomenclature تسمية ثنائية، اسم genus واسم species. genus واسم species يعني genus name and species name. اوكي فاهم. نهاية المحاضرة راح نفهم كل هذه المعنى هذا. اوكي زين. هذا العلم يهتم بمن بالكلاسيفيكيشن، تصنيف كل الكائنات الحية الى مجاميع. شلون؟ من خلال organizing تنظيمهم، ومن خلال classify تصنيفها، وnaming living things ويعطى الاسماء للكائنات الحية according to طبقا من الى الأسس اللي وضعتها، الوضع هذا التصنيف أعطاها specific name، اسم
خاص او سيفزيك نومن كليجر. اوكي، من هو العالم الذي بدأ او قام بهذا العلم، علم التاكسونوم، واعطى نومن كليجر فور اول اوف فور ايتش اورجانزم، كل كائن؟ العالم هو كارول فون لينير، او يسمونه لينير. وين اذا فورمال سيستم، التسميه الرسميه من خلال هذا العالم بدات، وهذا تاريخ حياته من 1901 الى 1978. زين، hierarchy of taxonomic categories، hierarchy of taxonomic categories معناها انه hierarchy، تسلسل of taxonomic categories، الرتب التصنيفية. اي بمعنى اخر، كيف هذا التاكسونوميك كاتيجوريز، الرتب التصنيفية، كيف ممكن نسلسلها؟ اكو عندنا فد يوجد نظام، نظام تاكسونوميك سيستم، نظام فد تصنيفي يعتمد عليه بتصنيف الكائنات الحية. آخر سيستم هو هذا، أو آخر هاير إيركي تدرج، هو يبتدي بالدومين، ثم ينزل بالكينغدام مملكة، ثم ينزل بالفايلم شعبة، ثم بالكلاس والأوردر الرتبة، فاميلي عائلة، ثم جينس والسبيشيز. إذن كم وحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن هاي 8 هي التاكسا، يعتمد عليه بالتصنيف. آخر تصنيف راح نعرف أنه يعتمد على الدومين، لكن قبل هذا التصنيف كانوا معتمدين the last tax، آخر تاكس is called، يسمى بالكينغدام المملكة. لكن عندنا التصنيف، نعرف آخر أحد التصنيف يعتمد على التصنيف الجزيئي molecular classification من خلال العالم كارلوس عام 1978، استطاع أنه يضيف عندنا آخر أو أعلى تكسير يسمى بالدومين، وهذا أحدث تصنيف. أوكي، بالمناسبة هنا ذكر يقول احد التصنيف، التصنيف راح نلاحظ انه فد مره في حقبه من كيف التصنيف، حقبه زمنيه كلش طويله بكيفيه تصنيف الكائنات الحيه، وهذا التصنيف يعتبر فد صعب جدا لتوصله، واخر تصنيف. اوكي زين، قد يبادر للذهن احد الطلبه يقول يذكر انه شنو الفائده من التصنيف. شوف، فالتصنيف اي كائن حي احنا ما نستطيع انه نعملها على هذا الكائن الحي إذا مو بالبداية أول خطوة نجي عملية تصنيف الكائن. يعني أبسط شيء، لو مثلا ناخذ البكتيريا المرضية، مثلا البكتيريا المسببة للسل تسمى بالبكتيريا المايكوبكتيريوم تيبركولوسيس، بكتيريا السل الرئوي. أوكي، ويسبب التيبركولوسيس، سل الرئوي. زين، هذا البكتيريا يجي مثل البيشنت، هذا الشخص المريض، للإنسان للطبيب، ويجي صح يذكر لنا سيمتمز، أعراض، ما هي، شو راح يعطيه؟ راح يعطيه تحليل، إلى أجري تحليل وين؟ بالمختبر، مختبر المستشفى. زين، هذا المستشفى شنو راح يجون يتأكدون؟ عندنا مجموعة من الاختبارات إن شاء الله ندرسكم بالبكتيريا الطبية مرحلة ثالثة، راح نعرف أنه بالضبط نعرف ما هي هذه البكتيريا وكيف تجري الاختبارات ونشخصها. زين، لو كان يعطي الطبيب ما يعرف هذه البكتيريا، ما شخصها، إحنا شنو عندنا التشخيص؟ يعني شخصها هي مايكوبكتيريوم تيوبركولوسيس، فرضاً ما شخصها. ممكن هالسل، ممكن السل، ممكن هاي الأعراض هي شبيهة لأعراض مثل فيروس، ممكن فيروس انفكشن أو انفلونزا انفكشن، أو ممكن بكتيريا أخرى. مو بالتالي إذا يعطي الطبيب إدراك هذا العلاج ممكن يأثر على المريض بدون ما يستفاد منه. إذا التشخيص الأولي أو أول خطوة هو يجي عمل التشخيص ومن ثم العلاج. نفس الوضعية الكلاسيكية، على أي دراسة يعني يجب أنه نشخص هذا أو نعطي نومن كليجر، تسمية ثنائية كاسم، يعني جينس نيم وسبيشيز نيم، اسم جنس واسم نوع، ثم نجري عليه الدراسة. إذن حتى نعرف أهمية التصنيف. أوكي، البيولوجينيك هنا يعني هذا بي اس، يعني الضد، فينيتيك كلاسيفيكيشن سيستم،
بايلوجينيتك والبينيتك كلاسيفيكيشن سيستم. شنو نقصد بعد بايلوجينيتك والبينيتك كلاسيفيكيشن سيستم؟ البايلوجينيتك كلاسيفيكيشن سيستم نظام التصنيف يسمى بالبايلوجينيتك، وعندنا نظام تصنيفي اخر، عندنا نوعين من الانظمه التصنيفيه، هذا يسمى بالبينيتك كلاسيفيكيشن سيستم. انا اعرف شنو ما هي ما هو الديفرنسز بين تو كلاسيفيكيشن سيستم، ما هو الفرق او الاختلاف ما بين ما بين النظامين. على اولا البايلوجينيتك كلاسيفيكيشن سيستم جروبز ريفلكت جينيتك سيميلاريتي اند الايفولوشنري ريليتدنس. جروبز ريفلكت مجاميع تكسن الجينيتك سيميلاريتي تشابه الجيني اند الايفولوشنري ايفولوشنري تطور ريليتدنس 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 ايفولوشنري ريليتدنس وعلاقات التطور. معنى اخر انه هذا النظام التصنيفي سوف يصنف الكائنات باعتماد من باعتماد على الجينيتك سيميلاريتي تشابه الجين فما بين هذه الكائنات، واعتماد ثاني على اي شيء على الايفولوشنري ريليتدنس على العلاقات التطوريه ما بين هذه الكائنات. اوكي، بينما الكلاسيفيكيشن سيستم الثاني هو البينيتك، شنو اختلاف؟ Groups do not necessarily reflect genetic similarity or evolutionary relatedness. هذا التصنيف ما يعتمد على ال genetic similarity وال evolutionary relatedness. Instead بذلك شنو يعتمد على هذا ال classification system related. Instead بدلا ذلك إنه groups are based on convenient or observable characteristics. Are based on convenient or observable characteristics. إذا ممكن يعتمد عليه من على الصفات التقليدية أو صفات المتشابهة، صفات اللي نشاهد. شنو الصفية بال observable characteristics؟ observable characteristics الصفات اللي نشاهدها، مثلاً يعني نشاهد على هذا الكائن شنو صفات الظاهرية، صفات المورفولوجي، ممكن هنا تعتمد عليه. بينما النظام التصنيفي الأول يعتمد على البيولوجي. البيولوجي من اسمه هو شنو يعتمد عليه ال يعتمد عليه من على النظام الوراثي جينيتكس، بينما هنا الفينيتك شنو كريتيريا الصفات الظاهريه. اذا هاي تسمى صفات ظاهريه، وهذا يعتمد عليه من على المعلومات الجينيه. اوكي زين، المودرن تاكسونومي التصنيف الحديث بيس اون جينيتك سيكونسز انفورميشن يسمى بالموليكولار بيولوجي. بينما عندنا التصنيف الحديث آخر تصنيف وسمي بالمودرن تاكسونومي التصنيف الحديث، هذا يعتمد على أي شيء على الجينيتك سيكونسز انفورميشن معلومات تسلسل وراثي، ويسمى بالمولكولار بيولوجي. المولكولار يعني معناه البيولوجي الجزيئي. الجينيتك سيكونسز يعني معناها شنو؟ تسلسل الوراثي، يعني الجين يتكون شنو؟ منين راح يتكون؟ يتكون مجموعة من ال يعني هسه الدي ان اي بالاحرى ناخذ يعني اتكلم بصورة عامة، هو الدي ان اي مجموعة من الجينات. اوكي، هذه الجينات يكون بحالة متسلسلة في قواعد نيتروجينية متسلسلة. هذا تسلسل قواعد نيتروجينية، على ضوء هذا التسلسل راح يعطى نوع معين من الكائنات، والاختلاف ما بين القواعد تعطينا في اختلاف بالنوع او بالسترين او بالجينات. اوكي، اذا هاي يسمى بالمولكيولار بيولوجي تصنيف البيولوجي او الجزيئي. نعم زين، البيولوجيني ذا ستدي اوف ايفولوشنري ريليشن شيب اوف ليفينج اورجانيزم. ناخذ التصنيف الاهم، التصنيف الثاني او التصنيف الاول، العفو الاول اللي هو هذا، نرجع لكم بايولوجينيتك كلاسيفيكيشن سيستم. هو ذكرت انه يهتم بمن بدراسه العلاقات التطوريه الايفولوشنري ريليشنشيب او ريليتدنس للكائنات الحيه. تقريبا اوفر زين، هسه واحد يذكر انه كم كائن حي موجود بالنيتشر والطبيعه؟ تقريبا 1.7 مليون ديفرنت اورجانيزم هاف بين ايدنتيفايد تو ديت. تقريبا 1.7
مليون من الكائنات المختلفة، انتبهوا، مو كائنات مشابهة، مشابهة أعداد لا تحد ولا تحصى، إنما الكائنات المختلفة different organism in the nature of الطبيعة، تقريبا 1.7. على هذا الأساس يكون هذا العدد الهائل والكبير جدا يحتاج من يحتاج إلى تصنيف، يكون هذا يحتاج إلى تصنيف، شلون يكون؟ يحتاج إلى جهد عالي اللي بذلوه العلماء حتى ممكن استطاعوا يصنفون الكائنات الحية. زين، اكو عندنا ملاحظة حتى نعرفها، انه هذه الكائنات 1.7 مليون ديفرنت اورجانيزم، هل يوجد فد سيميلار كاركترستيك بين ذم؟ هل يوجد صفات متشابهة ما بينهم؟ نعم. زين، سؤال، هل يوجد يعني different characteristics between them، صفات مختلفة؟ نعم. زين، نريد نعرف ما هي الصفات المشابهة والصفات المختلفة، وشنو ممكن انه الصفات نؤدي بال biogenetic classification system. Many similarities among living organisms، عديد من ال similarities كانت الصفات مشابهة خلال living organism الكائنات الحية. أولا، made up of cells surrounded by plasma membrane، لاحظ انه كل الكائنات محاطه ببلازما مبرين، بلازما مبرين يعني الغشاء البلازمي. اوكي، حسب المشابه. الصفه الثانيه متشابه انه يوز اي تي بي از انرجي سورس، وكل الكائنات تستخدم الاي تي بي كمصدر للطاقه انرجي سورس. ثالثا، انه ستور جينيتك انفورميشن از دي ان اي، وتخزن المعلومات الوراثيه ك دي ان اي، كل احنا سامعينه ودارسينه انتم بالمراحل الاعداديه، انه تكون من منين جينيتيك انفورميشن، كل الكائنات من دي ان اي، وتستخدم ايضا الاي تي بي هو كمصدر طاقه، وايضا كل الكائنات تحتوي على بلازما ميمبرين. اذا صفات شنو؟ سيميلاريتي كاركترستيك among living organism. ال بوينت 4، رايبوسومز ار ذا سايت اوف بروتين سينثيسيس، والرايبوسومات هي موقع من بروتين سينثيسيس اللي صانع البروتينات. هذه صفات مشابهة كل الكائنات. زين، both differences and similarities among organisms are caused by natural selection. العالم البيولوجي عالم داروين بعام 1858، عام 1858 شنو ذكر؟ ذكر انه هذه الكائنات صح تكون متشابهه، لكن الاختلاف بالضبط، الاختلاف المهم يكون اكثر عامل يكون مهم بمن بيجعل انه هذه الكائنات البقاء للاقوى. natural selection يعني بقاء طبيعي، او الاختيار الطبيعي او الانتخاب الطبيعي. أي أيوة، معنى آخر أن الكائنات سوف تتنافس فيما بينها، لكن أيهما يكون أفضل، أيهما يكون أقوى، له يستطيع بالتالي البقاء والديمومة بالحياة، اللي يسمونه natural selection. هذا يعتمد على من البقاء، على من على الصفات ال differences characteristic among living organism، يعني الصفات المختلفة. طالما تكون موجد عندنا مجموعة من الكائنات تتنافس فيما بينها على المواد الغذائية، على الأكل إلى آخره، طالما كان تكون لها صفات مختلفة يكون تعطيها مصدر قوة يجعلها أنه تبقى في الكرة الأرضية. هذا المبدأ اللي نظري طرحها بداروين، قلنا عام 1858. أوكي، إذن على هذا الأساس أنه التصنيف يكون مهم. على أي نقطة أنا أريد الفحوى من هذا الكلام، اذكر انه التصنيف يعتمد على ميشن، على صح انه الصفات المتشابهه فيما بينها بعض نحتاجها كجينس او كعائله، لكن الصفات تميز دي سبيشيز عن سبيشيز اخر، او سترا عن سترا اخر، سلال عن سلال اخر، او نوع عن نوع اخر، من خلال الديفرنسز كاركترستيك، الصفات المختلفه الامونج ليفينج اورجانيزم. فهمتوا؟ اذا اعتمد على الصفات المختلفه. اوكي طلاب، organisms can be classified into taxonomic categories taxa based on the differences and similarity among them. إذن هذه الكائنات organisms كانت can be classified، ممكن نصنفها إلى taxonomic categories، قلنا رتب تصنيفي أو taxa.
الرتب التصنيفي او تاكسن، تاكسن ماخذين من التاكسونوميك، ماخذ تي اي اكس اي. نعم تاكسونوميك كاتيجوريز، الرتب التصنيفي، الرتب التصنيفي شنو؟ الجينس سبيشيز، جينس قلنا، الاوردر، الفاميلي، الاوردر، الكينجدام، الدومين، الى اخره. هاي التاكسن الثمانيه ذكرتها، خلينا نرجع عليهم. هذا نصنف منها من سبيشيز وجينس وفاميلي اوردر كلاس والفايلم والكينجدام ثم الدومين. اوكي زين، بعد ما فهمنا هذه المقدمه ندخل الى صلب الموضوع حول التاكسون. نفس الموضوع هو البيولوجيني، the study of evolutionary relationship of living organism. Ancient Greeks، الأغريق القدماء، classify صنف all living organisms، كل الكائنات الحية، into two groups، إلى مجموعتين. Kingdom مملكة بلانتي، سمى مملكة النبات، و Kingdom أنيميليا مملكة الحيوان. أول تصنيف استطاع أن نصنف الكائنات الحية هو الـ Ancient Greeks، الأغريق القدماء. شنو صنفوا؟ صنفوا الـ All Organism، كل كائنات، إلى مملكتين. طبعاً شنو يعتمد هنا؟ التصنيف يعتبر فينيتيك كلاسيفيكيشن سيستم، تصنيف ظاهري. على المملكة البلانتي، مملكة الحيوان النباتية، و another kingdom is called الأنيميليا، الحيوان. إذا مملكة نباتية ومملكة حيوان، يعني كل الكائنات مجرد، أما يكون نبات أو يكون حيوان. هل يوجد مملكة أخرى؟ هل يوجد نوع من مثل بكتيريا سميناها فانجاي فيروسات ذاك الوقت؟ لا، ما موجود. أوكي؟ ليش قبل قليل قلت انه التصنيف يكون معقد ومر في سنوات وحقبه كلش طويله هنا اوصل الى المولكيولار بيولوجي، تصنيف الحديد البيولوجيك كلاسيفيكيشن سيستم. اوكي عام ال هنا اي تي 18 عام ال 1850 شنو؟ بكتيريا اند فانجاي وير انكوركتلي بليس ان ذا بلانت كينجدوم. هذه السنة أيضا وضعوا، لاحظوا العلماء، موجود البكتيريا والفنجا، لكن وضعوا ضمن بلانت أو كينجدم بلانت، وضعوا ضمن أو سمي بلانت كينجدم ضمن مملكة النبات، وضع ضمن المملكة النباتية. هل هذا التصنيف هو صح حسب هذا التصنيف؟ حديث نعرفه لا، مو مملكة، عندنا مملكة خاصة اللي راح نعرفها اللي بروكار أو تيك أو يسمون الدومين أعلى من التاكسي. اوكي لكن شنو جاي يقول هذا الهيستوري، تاريخ اوف كلاسيفيكيشن سيستم. ان 1860 كينجدم بروتستي واز بروبوست تو انكلود بكتيريا فانجاي الجي اند بروتوزوا، بس ماني ساينتست ستيل كلاسيفايد، لكن كثير من العلماء لا يزالون كلاسيفايد بكتيريا اند فانجاي از بلانت. عام 1860، لاحظ من 1850 تقريبا بعد 10 years، انه شنو بعد 10 سنوات ظهرت عندنا فد مملكة خاصة يسمى بالمملكة بروتستا الفرطسيات العربية. هذه المملكة شنو تشمل؟ شنو تشمل؟ الكلود تشمل البكتيريا والفنجا الفطريات، ايضا تشمل الاضافة عندنا نوع من الكائنات والارجل الطحالب والبروتوزوا الاوليات. اوكي ضمن هذه بروتين، لكن هل يعتبر هذه التصنيف يعني ستيبل اند فاينل كلاسيفيكيشن؟ كلا، نهائي وثابت لا، لان كثير من العلماء من يساند، العديد من العلماء ما يزالون يصنفون الفطريات كنبات، يعني يذكرون انه ما موجود هاي خطا، انه البروتستين خطا، الفطريات داخل من ضمن البروتستين يجب ان تكون من ضمن عدة. أذكر أنه خلافات بهذا التصنيف لا توصلوا التصنيف الحديث. Intense disagreement over classification of bacteria and fungi persist over 100 years. وهذا disagreement، الجدال وعدم موافقة، استمرت هذا التصنيف إلى تقريبا أكثر من 100 سنة. لاحظ أكثر من 100 سنة، يعني هذا أخذت العمر طويل جدا، وكثير من العلماء الكثير الكثير اشتركوا بهذا التصنيف. زين قد يبادر الذهن عيد وكرر انه هذا الجهد وهذه السنوات، اذا مهم علم التصنيف من النقطة الاولى او بداية علم البيولوجي بالذات او كل علوم الحيوية، يجب ان تدرس
لا التاكسونومي، ومن خلاله ينطلقا من إلى الكائنات الحية الأخرى. هنا شنو ذكرت عام 1860، هنا أن القفز النوعي قلنا أفضل أكثر من 100 سنة. In 1930 الكترون مايكروسكوب made it clear that bacterial cells lacked a nucleus. The term prokaryote was شنو introduced قدم in 1937. شنو الملاحظة؟ قلت انه تقريبا عاد اوفر 100 years من الديسكفري الاكتشافات بالكلاسيفيكيشن سيستم، مو شنو اللي ظهر هذه اللي وصل تقريبا عام 1930 استطاعوا العلماء يكتشفون الالكترون ميكروسكوب المجهر الضوئي. المجهر الضوئي هذه اكو طبعا نوع من الاسكان سكانينج، المهم ما ادخل تفاصيله. هذا المجهر الضوئي بفعل انه استخدام حزمه الالكترونات ويستطيع انه يكشف ما بداخل الخليه الحيه، ما بداخل الخليه الحيه من دي ان اي، من اجزاء جدا جدا يكون صغيره الى اخره، وموقع الريبوسوم الى اخره. اذا هذا العلم او هذا الميكروسكوب استطاع ان يحقق قفزه نوعيه، واستطاع أن يكشف الفطريات والبكتيريا إلى آخره. وأعطى عام 1937 مصطلح جديد يسمى بروكاريوت، أما يسمى بروكاريوت أو يسمى بروكاريوتيك أو بروكاريوتيز. هذا هذه المملكة، يعني هذه البروكار هي عبارة عن مملكة. وعام 1959 هنا الكينغدام فانجاي مملكة الفطريات was established، ثبت. بالمناسبة البروكر اودي شنو الطلاقة مع مصطلح ذكر انه من خلال طبعا البروكر هي تشمل البكتيريا، بس شنو عندنا مصطلح البكتيريا سيل لاكت النيوكلس، طاها انه فد معلومة مهمة انه هذه الخلايا البكتيرية اللي فاقد النواة، طالما تكون خلية فاقد النواة هي خلية بكتيرية، وأعطاها كينغدام بروكاريوت. بعد هذا الاكتشاف الالكترون ميكروسكوب عام 1959 ايضا الفنجاي ناشن كانت موضوعا من ضمن البروتيستا، مو لكنه اعطي فد كينغدام خاص لها لوحدها سمي بكينغدام فنجاي، مملكه الفطريات ووز استابليش، ثبتت كمملكه الفطريات. يعني معنى اخر انه هذه الالكترون ديسكفر اوف الكترون مايكروسكوب عمل فشنو قفزه نوعيه بالعلم، استطاع انه يغير المماليك او المملكات التصنيفيه. In 1961 the current definition of the term prokaryotes or prokaryotic was established. عام 1961 تقريبا هنا ثبتت بصوره تكون ادق عما هو عليه بعام 1937. عام 1968 the kingdom prokaryote was accepted by the biologists. ايضا المنافسه الشديده وعدم انه القناعه التامه ما فيما بين العلماء تقريبا 68 انه هذه المملكه was accepted من خلال البيولوجيست، علماء البيولوجي تقريبا انه ثبتوا على هذه المملكه موجوده بالفعل اللي تشمل البكتيريا. وعام 1000 هنا in 1969 هذا التاريخ المهم يجب حفظه، انه عام 1969 روبرت ويتاكر بروبوست a five kingdom system of biological classification for all living organisms. هذا التاريخ مهم ليش؟ لانه مع السلسلة من هذه الجدال والصراع العلمي فيما بينهم البيولوجيست العلماء تقريبا اوفر 100 استطاعوا عام 1969 للعالم روبرت ويتاكر. هذا العالم روبرت قدم في نوع من الكلاسيفيكيشن سيستم، نيو كلاسيفيكيشن سيستم، نوع نظام تصنيف جديد سمي بالفايف كينجدم سيستم، الممالك الخمسه، سيستم نظام الممالك او المملكات الخمسه
element of biological classification لتصنيف الكائنات الحية for all living organisms كل الكائنات الحية الموجودة بالطبيعة. زين نعرف إنه هذا الباحث قدم تصنيف جدا جدا مهم. زين ما هو هذا التصنيف وهاي الممالك الخمسة شنو نقصد بها؟ هي خمس ممالك. زين ما هي الخمس ممالك صنفها هذا العالم؟ Five kingdom system of biological classification. النظام خمس مماليك لتصنيف الكائنات الحية. ورغوس قلنا قدم in 1969 من خلال روبرت وتاكر. شملت المملكة الأولى مملكة كينغدم بروكاريوت أو يسمونها بروكاريوت هي المونيرا يسمونها. وعندنا الممالك الأربعة اللي هي مملكة بروتستا شفناها انعزلت بروتستا عن حدة على حدة مملكة كينغدم الفنجال مملكة الفطريات ومملكة بلانتي النباتات ومملكة الأنيمالية. يعني كانت في البداية هي مملكة شنو أنيمالية يعني مملكة بلانتي مو بعدين اجت مملكة بروتستا وعندنا مملكة الفنجاي آخر شيء. هذه الممالك الأربعة كلها شنو تعتبر the other four kingdom. هاي الممالك الأربعة تسمى بالإيوكاريوت. الإيوكاريوت يعني كائنات حقيقية النواة، كائنات الإيو حقيقي حقيقي النواة، كاريوت كائنات حقيقية النواة. شنو نقصد بكائن حقيقي النواة؟ هذه الكائنات have true nucleus and membrane bound organelles. يعني هي هذه الكائنات التي تحتوي على نواة حقيقية true nucleus اوكي وتحتوي على membrane bound organelles مو عضو اورجان عضو organelles عضيات عضيات محاطة بالأغشية. إذا تحتوي على نواة حقيقية وعضيات محاطة بالأغشية حتى نفهم إنها فيما بعد شنو نقصد بالنواة وعضيات المحاطة بالأغشية. بينما المملكة اللي انعزلت على حدة يسمونها مملكة بروكاريوتيك يعني الأوليات أو الابتدائيات أو يسمونها المونيرا هذا نفس التسمية هذا oldest known cells خلايا معروفة أو أقدم خلايا عرفت lived تعيش over 3.5 billion years ago أقدم كائن. يعني لو نلاحظ هنا ما هو الكائن الأقدم من هذه الكائنات أقدم من الفانجاي بانتي بلانتي نباتة ما هو أول كائن عاش على وجه الأرض هو البكتيريا أو المونيرا أو البروكاريوتي البروكاريوتي هي البكتيريا تقريبا أكثر من 3.5 بليون مو مليون بليون من السنة مضت. تمتاز ما هي الاختلاف الجوهري ما بين البروكاريوتيك وعن اليوكاريوتيك؟ هذه هنا قلنا تحتوي على نيوكليوس ثرو نيوكليوس لكن هنا لاك النيوكليوس هذه تكون فاقده النواه البكتيريا تكون فاقده للنواه لكن شنو تحتوي على شريط خيط دبل ستراند اوف دي ان اي خيط مزدوج من الدي ان اي تكون على شكل سيركلر يكون دائري بينما هنا موجود عندنا نواه حقيقيه نواه حقيقيه شنو تحيط الغشاء نيوكليير ممبرين غشاء نووي تختلف عن هذا وايضا يكون فاقد لاك شنو يعني لاك النيوكليوس فاقد النواه وفاقد ممبرين باوند اورجانيلز فاقد للعضيات المحاطه بالغشاء هنا العضيات المحاطه بالغشاء مثل شنو كولج ابارشاس الشبكه الاندوبلازميه الى اخره بينما هنا ما موجود اوكي اذا هاي الفرقين يكون مهمين استطاعوا العلماء اللي حسب التصنيف الموليكولار بايولوجي استطاعوا انه يصنفون الى هاي المملكات الخمس اوكي زين عرفنا انه الفرق ما بين البروكاريوتيك واليوكاريوتيك زين لكن الفرق ما بين هذه على اي اساس نصنفها شنو نلاحظ هنا شلون نصنف خلينا نلاحظ النبات بلانتي ممكن نقدم بلانتي صنف على اساس مالتي سيلولار فوتوسينثيسيس النبات عاده فوتوسينثيسيس عمليه التركيب الضوء تستطيع انه عمليه تجي عمليه شلون تتغذى من خلال عمليه تركيب الضوء وتكون خلايا متعدد مالتي سيلولار خلايا متعدده تكون متعدده خلايا ولها القابليه على القيام بعمليه التركيب اي كائن يكون له قابليه على القيام بعمليه التركيب الضوئي كل وله خلايا ايضا شرط انها مالتي سيلولار خلايا حد لا خلايا متعدده يضع يعني يوضع في ضمن مملكه الكينغدم بلانتي مملكه النباتي وير اس بينما الانيمليه
كنقدم انيميليا مملكة حيوانية، شنو ايضا تكون مالتي سيلور خلايا متعددة خلايا نفسها، لكن شنو الفرق؟ تكون هيتيرو تروف رمية التغذية، تروف رمية، هيترو مختلفة معناه رمية المختلف ذات ان جاست هيترو تروف شنو معناه؟ ان جاست فود تهضم الغذاء ثرو اماوث من خلال الفم او ارال كافيتي تجويف فم. اي بمعنى اخر اي كائن صح يكون مالتي سيلر هنا مالتي سيلر يكون مع دخل، لكنها تكون لو قام عمل ترك الضوء هنا له القابليه على الهيتيروتروفس، اي معناها تهضم الغذاء من خلال اما الفم او من خلال التجويف الفمي، او لو اي كان يمتلك هذه الصفيتين يوضع من ضمن الكينكتم انيمالي. فهمت الفرق؟ بقى عندنا الفنجاي شنو؟ كينكتم فنجاي مي بي يوني سيلور، اما تكون يوني سيلولار يكون حادية خلية يسمى بيس الخمار، أو تكون مولتي سيلولار تكون متعددة خلايا تكون بمولت الأعفان، أما تكون خمير أو الأعفان. Many are saprophytic وعديدة أكثرها تكون رمية المعيشة. بينما البروتيست إيش بيهم؟ تكون مصر معظم يكون يوني سيلولار وحيدة خلية، وصفة الأخرى أيضا متنازل لاك تشي أورجانيزيشن يعني فاقد صفة التنظيم، must have flagella during life وتمتلك معظمها تمتلك flagella خلال حياته هي الالجي بروتيزو. إذا هذه الصفة إن بقت الكائنات ما هي؟ المولت عرفناه، المولت ويز خمار والبكتيريا، بقت البروتيزو والأوليات والالجي. بمناسبة الفطر الطفل يعتبر سائد من ضمن تقام من ضمن الانيميليا، ليش؟ انه يكون متسلر متعددة الخلايا، لكن بروتوزوا جزء من عندها، هذه البروتوزوا هي واقع من ضمن البروتيست. شنو السبب؟ لانه تحتوي على من على يكون شنو تكون خلايا يونيسلر خلايا احادية، وهنا تحتوي على من على الفلاجيل خلال حياته. اذا تغير البروتوزوا والالجي. اوكي الالجي اكو عندهم مشكله الخلايا الطحالب يعني البكتيريا التصنيف لحد الان يعني ما محسومه بين البيولوجيست العلماء، بعض يعني يضع من ضمن الالجي الطحالب، واكو بعض العلماء يضع من ضمن البروتو بروكاريوتيك بروكاريوتيك من ضمن البكتيريا الى اخره. هذا هو في النقطه هذا حول هذا النبات يعني في النقطة الجدلية موجود، لكن هنا هذا هو التصنيف يعتمد عليه. نلاحظ هنا بالفايف كينغدام كلاسيفيكيشن سيستم نظام تصنيفي، هاي الفايف كينغدام شنو راح نلاحظ؟ هذا نفس الكلام اللي ذكرته هنا بس هنا على شكل رسم، شرح يبين بروكاريوتيك مونيرا، قلنا المونيرا بروكاريوتيك او هي يسمونها بروكاريوتيك او بروكاريوت يونيسيلولر، يكون وحيد الخلايا مو هي اللي تشمل البكتيريا، تشمل تكون جرام نيجاتيف بكتيريا او تكون جرام بوزيتيف بكتيريا، وعندنا بكتيريا يكون فاقده للجدار يسمونها مايكوبلازما، وعندنا اسيان بكتيريا. شوفوا اسيان بكتيريا داخله، بعض العلماء يقول يذكر انه داخل من ضمن البروكاريوتيك، ومثل ما عندنا تجي الايوكاريوتيك كائنات تكون معظمها يكون يوني سيلولار مو هذه عندنا الطحالب جنوب البروتوزوا، وثم نواص يوني سيلولار متعددة الخلايا. عند هاي المملكات حتى ما أعيد وأكرر سأراويكم مجرد على الصور الدياجرام، هذا الفنجاي الخاصية أبزورشن امتصاص والنبات بالفوتوسينثيسيس والأنيميليا اللي عفوا الأنيمالز حيوانات بالإنجستين بالهضم فيتريت الفقريات والإرثروبودية المفصليات إلى آخره. اوكي زين بعد ما عرفنا هذه الكلاسيفيكيشن نريد نعرف what are the differences between eukaryotic and prokaryotic cells، بعد ما هو الاختلاف ما بين الكائنات الحقيقيه والكائنات الاوليه، حقيقيه النواه واوليه النواه، prokaryotic اوليه النواه والeukaryotic حقيقيه النواه. اولا من ناحيه هذه الصفات وهذه الكريتيريا او الكاركترستيكا الصفات وهذه النقاط الاختلاف، من ناحيه السير سايز حجم الخليه لاحظ تقريبا 0.5 الى 2 ملي مايكرون
دائمته، قطر جدا صغير 0.2 الى 2 ملي مايكرو، بينما اليوكاريوت عادة شلون يكون سيل سايز از لارج، يعني اباو تقريبا 10 الى 100 مايكرو متر ان دائمته. اوكي زين. بعد نعم إذن هذا بالنسبة للسير سايز. عرف النيوكليوس إنه يكون أبسنس أو أبسنت خالية من النواة، بينما تكون اليوكاريوتيك بريزنت أو النيوكليوس موجودة في النواة. ممبريناس أورجانيولز العضيات الغشائية، ذكرت إنه يكون اليوكاريوتيك موجودة بينما تكون أبسنس. عضيات نقصد بها الميتوكوندريا أجسام كولوجي إلى آخره. السيل وول، انتبه هنا علي، السيل وول هنا شنو راح تكون؟ يكون كيميكلي كومبلكس، يكون معقد، بينما الايوكاريوتيك وين بريزنت عندما يكون موجود راح يكون سمبل بسيط. شوف هنا رغم هنا لانه شوف هنا طبيعته تكون صحيح صغير لكن الجدار يكون معقد اعقد من الايوكاريوتيك. والرايبوسومز راح تكون سمولر، يكون اصغر 70 اس، بينما يكون اما يكون 70 اس او يكون لارجر يكون اكبر 80 اس. اوكي ودي ان عاده هنا يكون سيركل، يكون دائري سنجل، يكون مفرد دي ان اي، معناه الكروموسوم راح يكون هنا يكون سيركل، يكون هيك بهذا الشكل دائري، يكون مفرد دبل سنتراند، خيط مزوج يكون مفرد، لكن عشان تكون لينير يكون الكروموسوم لينير خطي، بينما يكون دائري وتكون مالتيبل متعدد اكثر من كروموسوم. اوكي وتعطوا عليه هيسونات، لكن هنا يكون خالي من الهيسون. السيل ديفيجن يكون باينري فيجن، انقسام ثنائي، يعني الخليه تنقسم يصير واحد يصير اثنين واثنين يصير اربعه وهكذا متوالي هندسيه، بينما هنا انقسام يكون ميتوسيس، انقسام ميتوسيس او مايوسيس، انقسام خيطي ميتوسيس او يكون مايوسيس انقسام اختزالي يشمل خلايا جنسيه، بينما الخلايا الطبيعيه غير جسميه، هنا خلايا جسميه وهنا خلايا جنسيه. الريسبيريشن التنفس من خلال البلازما ممبرين، غشاء البلازما، بينما التنفس من خلال الميتوكوندريا. اذا هذه فروقات ما بين الكائنات البروكاريوتيك واليوكاريوتيك اورجانيزم. اوكي راح نلاحظ هنا هذا الفيجر، هذا يبين لي البروكاريوتيك اللي هي البكتيريا تكون قلنا عشان ذكرت تكون لاك نيوكلس، فاقد النواة، راح نلاحظ انه ما موجود نواة. اوكي وفاقد ايضا ميمبرين باوند اورجانيولز العضيات المحيطه بالغشاء، مجرد هذا عباره عن الدي ان اي وهي الريبوسوم، هذا سير وول ولازم ميمبرين، وهذا البيلي وهذا الفلاجيلي والى اخره، وهذا الكبسول. اوكي بينما خلية الانيمال سيلز خلية الحيوانية شنو تمتاز؟ خلية الحيوان هذا عند النواة بهذا النيوكليوس يكون حقيقية. اوكي هذا النيوكليوس وهذا النيوكليار من بين غشاء يكون نووي حيطة. اوكي وتعطوا هذا عندنا الكولوجي ابارتشاس، هذا وعندنا السموث اندو بلازمي كريتيكليوم الى اخره، هاي العضيات يكون موجودة. اوكي هاي الخلية الحيوانية، وعندنا هذا بلانت سيل خلية نباتية، ايضا عندنا هذه النواة وتكون حقيقية، النواة والنيوكليون ممبرين وهاي العضيات موجودة وتمتاز إن تعلي من عليه الكلورو بلاست وتحتوي من عليه السيل وول. أوكي زين التصنيف الأحدث من عنده هو التصنيف البيولوجي يسمى بـ 3 domain system، نظام الممالك الثلاث أو الدومين، هنا دومين ممكن نقدر ترجمته يعني المنطقة تشمل مدارات واسعة. اوكي 3 دومين سيستم، راح نعرف انه طبيعته وش نقصد به هذا الكلاسيفيكيشن. الدومين ظهرت ان 1978، امتى ظهرت؟ ان 1978 كارل ووز، هذا العالم كارل ووز بروبوز قدم ذيس ليفل اوف كلاسيفيكيشن، هذا التصنيف
أو هذا مستوى من التصنيف الأبوب كينغدام المملكة الأعلى. يعني عالم كارل وولز قدمت هذا التصنيف اعتماد على المولكولار بيولوجي وعلى بالضبط على الجينات أساسه، مو واستطاع أنه يصنف هذا التصنيف وسمي ب 3 دومين سيستم. زين هذا التصنيف على أي أساس اعتمد؟ There are three domains based on the following distinguished criteria. اعتمد على الأساس الديستنجوش المميز ثلاثة، يعتمد على الأسس الثلاثة أو يعتمد على الأسس المميزة التالية. أول، يعتمد على السيل وول كومبوزيشن، ما هي مكونات السيل وول اللي تختلف أو تتشابه ما بين يكون كائن وكائن آخر، وأيضا ما الممبرين ليفس على الدهون الموجودة بالغشاء. والنقطة الثالثة أيضا أعتمد على الـ RNA sequence، تسلسل RNA، وأعتمد أيضا على بروتين سينثيسيس، بروتين سينثيسيس، وأعتمد على الـ antibiotic sensitivity، حساسية دول. لكن أفضل شيء أعتمد عليه ويكون أهم يعطيني أكثر انطباع هو الـ RNA sequences. هذا الـ sequences أو بمعنى آخر أعتمد على أحرى على 60 SSR RNA. هذه الوحدة أو هذا الـ signature يسمونه بصمة، يعطي كل كائن لفت بصمة ميز يمكن كائن عن كائن حي آخر. إذا هذا النظام الجيني أو هذا التصنيف الجيني المهم هو أحدث شيء. نقول أحدث شيء من عام 1970 لحد هذا يوم عام 2021 ما تغير هذا التصنيف هو يكون أحدث. ممالك ثلاثة، ما هي اللي عندهم 3 دومين، عفوا دومين ثلاثة، ما هي؟ أول دومين يسمونه الإيو بكتيريا، دومين نمبر 2 يسمونه الأركي بكتيريا، أو بعض المحصلات راح تكون الأركي بكتيريا لكن عادة تداول أكثر استخدام طبعا تعتمد على اللكنة البريطانية الأمريكية، والأركي بكتيريا، والدومين 3 يسمونه الإيو كاري. خلينا نعرف شنو هذه معنا. هسه خلينا نبلش هنا بالدومين الأخير حتفهمونه. اليوكاريو دومين هي الحقيقة النواة، تشمل all eukaryotic، كل كائنات حقيقية اللي هي شنو ذكرناها؟ البلانتة، نباتات والأنملية، مملكة حيوان النبات، ومملكة الفنجاي الفطريات تشمل بروتيستة اللي هي بروتيستة شنو قلت؟ هنرجع لكم. البروتيستي اللي يشمل شنو قلنا الالجي وبروتوزو. اذا هذه اللي كنا دام المينيا وبلانتي والفنجا وبروتيستي اللي تشمل بروتوزو والالجي، ها كلها وضعت ضمن كينجدم واحده، العفو ضمن دومين واحده. لكن عندنا هذه البروكاريوتيك وشنو صنفت هنا؟ قسمت الى تو دومين، يعني هذا اخذ تو دومين بروكاريوتيك، وهذا كل الكائنات اليوكاريوت حقيقه نواه اخذ دومين واحده يسمونه بالدومين اليوكاريوت. اوكي؟ اذا الايوكاريا دومين هنا تشمل البلانتي والانميليا وبروتيستي والفنجا، لكن عندنا البروكاريوتيك البكتيريا شملت كنا دومين. هذا الاختلاف الجدلي قام عليه انه البكتيريا ذكروا موجود دومين النمبر 1 يسمون ايوكاريا ايو بكتيريا، بكتيريا حقيقيه معناها ترو بكتيريا، بكتيريا الحقيقيه، والاركي بكتيريا يسمون انشنت بكتيريا، بكتيريا قديمه، بكتيريا قديمه، بكتيريا حقيقيه. هذه اثنين الدومين كان موضوع ضمن البروكاريوتيك. زين هسه نريد نعرف هذه سمى طبعا البكتيريا القديمه اقدم من البكتيريا الحقيقيه، نعرف ما هو الاختلاف العلمي ما بين هذه البكتيريا الارك بكتيريا عن الايو بكتيريا. Recent development التطور الحديث in molecular biology بالبيولوجيا الجزيئيه and biochemistry بالبيوكيمستري have revealed اعطى نتيجه توصل من that there are two types of prokaryotic cells، نوعين من الخلايا البروكاريوتيك لوالدة النواة، بس معتمدين on differences على اختلاف ان there ribosomes، معتمدين على اختلاف بين بالريبوسوم وبالسيل وول والجدار والميتابوليزم. اعتمد قلنا على اختلافات النقاط الخمسة ذكرنا، لكن اعيد اكرر اكثر شيء على من الريبوسوم بالضبط هو سيكسين ار ار ان اي، يعتمد على ار ان اي سيكونسز. اوكي زين الايوكاريوتيك شنو الترو بكتيريا، ما هو الاختلاف عن الانشنت بكتيريا والاركي بكتيريا؟ الايو بكتيريا اختلاف من ناحيه ان السيل وول هاي تكون شنو السيل وول يحتوي على بيبتيدو جلايكان، بينما شنو السيل وول يكون شبه لاك
مفقود بيبتدي يقلع كان هنا موجود هنا يحتوي، وهذا يعطيه فد سيل وول صفه مميزه. هذه البكتيريا هذه تكون تعيش بمن بالاكستريم انفايرمنت، بالبيئات لايف ان اكستريم انفايرمنت، تعيش بالبيئات القاسيه، بيئات مثل مالحه جدا، ذات حراره عاليه، حموضه عاليه. السيل وول تختلف طبيعتها عنها، هذا ما يتحمل هذه الظروف. اذا هذا سبب يحتوي شنو يكون على ما تحتوي على البيوتيدو كان يحتوي على مكونات تختلف تعطيه صفه التحمل. اوكي. الصفه الثانيه انه هذا يكون سنسيف حساس للانتيبايوتيك. هذه البكتيريا مثل البكتيريا المرضيه موجوده، بس شو تصيبني تصيب الانسان تصيب الحيوان عشان تكون حساسه معظمها للانتيبايوتيك، بينما تكون لما نعطيه الانتيبايوتيك يكون غير حساس لطبيعه المكونه الجداريه والدي ان اي اخر يكون تختلف عن من عن اليو بكتيريا. اذا النقطه الثانيه قلنا انه تعيش بالاكستريم انفايرمنت. والامثله عندنا الاركيبكتيريا ما هي؟ طبعا هذه البكتيريا هذه شو قلت البكتيريا المرضيه او بكتيريا نورمال فلورا موجوده على الانسان على سبيل الجو بالمحيط، هذا كله من ضمن البكتيريا اللي متعارف عليها، بينما هذه تعيش من هنا بيع الاخرين. ما هي؟ مثلا عندنا البكتيريا سما بالميثانو جينز ستريكت انيروبيك، هذه البكتيريا لا هوائيه مجبره، ستريكت يعني الانيروبيك لا هوائيه، ستريكت يعني تكون تامه، يعني ما تستطيع انه تعيش بوجود لو كانت كميات جدا قليله من الاكسجين تموت، يجب تكون ظروف لا هوائيه. ذات بروديوس ميثان، هاي البكتيريا الميثانو جين تنتج عند نموها باحد النوادي السكندري ميتابوليزم هو النوادج الرئيسيه تنتج الميثان بكثره. وايضا عندنا النوع الثاني من البكتيريا يسمونه اكستريم هالوفيروس، هالوفيروس فيروس محب، هذا محب للملوحه واكستريم ملوحه الحاده، اي معنى اخر الكواليتي تتطلب حتى تنمو هاي البكتيريا تتطلب لاي بيئه تعيش بالهاي سولت كونسنتريشن، البيئه تحتوي على تراكيز ملحيه عاليه، هاي اي بيئه تراكيز ملحيه عاليه تستطيع ان تعيش بها هذه البكتيريا. هذا السبب شنو قلت تعيش بالاكستريم انفايرمنت، البيئات الحاده والقاسيه. النوع الثالث من البكتيريا يسمونه الميثيرمو اسيدو فيروس، فيروس محبه الحامض والحراره، اذا بمعنى اخر انه تعيش ببيئات تكون هوت حاره والاسيديك انفايرمنت، بيئات تكون حاره بيئات حامضيه. اذا عرفنا الفرق ما بين هذه تو تايب اوف دومين ليو بكتيريا والاركي بكتيريا. اوكي مفهوم. هذا البيولوجينيك ريليشن شيب اوف بروكاريوت، العلاقات عندنا العلاقات البيولوجينيك يعني الجينيه سفلها منها لبروكاريوتيك. هذا المخطط شيء يبين لي يوضح انه عندنا هذه صح شنو ذكرت؟ قلت انه هذه البكتيريا قلنا الايو بكتيريا اللي تشمل جرام بوزيتيف بكتيريا او جرام بوزيتيف سيل وول يسمونها جرام بوزيتيف بكتيريا وهذه جرام نيجاتيف بكتيريا. اوكي؟ وتشمل ايضا المايكوبلازم، المايكوبلازم يكون فاقد الجدار يكون وول ليس بكتيريا، وول ليس يعني فاقد الجدار، بينما تتعلم من سيل وول يكون ثيك، بينما يكون شنو سيل وول يكون ثين، هنا يكون سميك وهنا يكون ناحيه هنا يكون فاقد. هاي ثلاثه مجاميع ضمن الايو بكتيريا، البكتيريا الحقيقيه. اللي تشمل هنا مثلا الاكتينومايسيس، اللاكتوباسيليسي، اي سي اي هذا مختصر المن او مصطلح المن للعائله، العائله اللاكتوباسيليسي، وعندنا مايكروكايس عائله مايكروكايسي والاكتينومايسيس. والجرام نيجاتيف سيل وول تشمل البربل فوتو اتروبيك بكتيريا والسيدو سيدوما ناديسي واللي تشمل انتروبكتريس عالي المعوية وكامبيلوبكتر وسلفيت ريديوس بكتيريا بكتيريا مختزلة الكبريت وتشمل جرين سلفر بكتيريا بالسلفر والحلزونيات سبايروكيت عادة تسمى أمراض الجنسية وإسيان بكتيريا. شوف إسيان بكتيريا تدخل من ضمن جرام بوزيد بكتيريا جرام العفو نيجاتيف بكتيريا، هذا الجد ما بين الطحالب ذكرت قبل قليل. هذا هو تشمل اليوكاربكتيريا، لكن ال قلنا هذا الدومين الاولي اللي دومين ايو بكتيريا مو او يسمونه ترو بكتيريا بكتيريا حقيقيه، لكن البكتيريا القديمه تشمل الاركي بكتيريا او يسمونه الاركي هذا او الانشنت بكتيريا البكتيريا القديمه عادي يكون انيوجوال سيل وول. ذكرت انه يختلف عن من سيل وول هنا شوف هذا تحت على البيديت كان هذا يكون انيجو غير طبيعي تختلف مكونات على هذا المكونات جعلتها طبيعتها طبيعتها انه تقاوم البيئات الهاي سورت او عند الهاي اسيد الى اخره.
اوكي، وتشمل جلد الميثانوجين والهالوفينز محب الملوحه والثيرمو اسيدوفيلز محب الحموضه والحراره. هنا شوف راح السورس مصدر انه يونيفرسال انسيستر، السلف، السلف يونيفرسال جامع، يعني ما هي من اين انحدرت هذا، يكون عاده من السلف جامع لهذا، ما هي البكتيريا او ما هو النوع اللي جعلها يكون انه ما معروف، ما معروف منين انحدرت هذه البكتيريا. اوكي، شنو بعد عندنا؟ Classification of organisms عندنا بالتصنيف، بعد ما عرفنا آخر تصنيف هو كارل بوس 1972 وعرفنا هو أهم شيء، زين بعد التصنيف شنو راح يعطينا؟ زين شنو راح يعطينا؟ ما او يعني ساينتفك نومنكليشر التسمي، قلت بعد ما اصنف عيد شويه ارجع هنا اشوف انتبهوا عليه، انتبهوا عليه بدايه المحاضره شنو قلت شباب؟ قلت انه يعطينا الدومين، عرفنا الايو بكتيريا والاركيبكتيريا واليوكاريا الى اخره، ويعطينا كلينك دام فايلم كلاس اوردر فاميلي، يعطي اخر جينس وسبيشيز، هذا اهم شيء هو نعرف دائما نتعامل بالتشخيص انه بسبيشيز وجينس، مثل مايكوبكتيريوم تبركيزي او مثلا بكتيريا ستربكوكس باي جينس تبنتنسات هابلوسي، اذا نعطي اسم الجنس واسم النوع، هذا اهم شيء نحفظه، فيما بعد ممكن نحفظ الفاميلي اوردر الى اخره، لكن هذا اهم شيء. اعطي العالم هو التسميه العلميه ساينتفك نومنكلشر، التسميه العلميه، التسميه العلميه علم علميه ونومنكلشر التسميه العلميه، شنو نقصد بساينتفك نومنكلشر؟ بس واحد يقول بعربي شنو معناه؟ هو معناه يونيفرسال سيستم، نظام جامع فور نيمينج اند كلاسيفاينج ليفينج اورجانيزم، نظام جامع يجمع، شنو نظام جامع؟ بس اسم نظام جامع المن يعطي نيم، يعطي اسم، اسماء ويصنف الليفينج اورجانيزم، كانت حي يعطيها اسم ويصنف، يصنف شنو؟ انه واقع المن فاميلي اوردر الى اخره، ويعطيها اسم، اسم الجينس واسم سبيشيز. Initially developed in the 18th century by Carl Linnaeus، من خلال ان كارل لينياس وضع هذه التسميه في القرن الثامن عشر. هاي التسمية العلمية شنو تشمل؟ باينوميال نومنكلشر تسمية ثنائية، وضعها هاي كازينوس تسمية ثنائية، شنو التسمية؟ ايش كل كائن اللي هو عبارة عن سبيشيز النوع، هذا يحتمل كل كائن اللي هو عبارة عن نوع يمتلك تو بارت نيمز، نوعين من الاسماء، هي اسم الجينس جينس نيم واسم سبيشيز، اسم الجينس جينس نيم وسبيشيز نيم اسم النوع، هذه الاسماء ار اذا اما يكون ايتاليز اما يكون نكتب بصورة إيطالية كتابة إيطالية أو نضع underlined أو نضع تحت خط، أما نكتب بصورة لاتينية أو نكتب بصورة عادية لكن نضع تحت خط. هنا الجينس شنو always، ما هي الصفات، يعني كيف ممكن نكتب اسم الجينس واسم، هل كيفنا يعني يكون حرية؟ لا، أكو عندنا سيستم معين. أوكي زين، اسم الجينس always دائما capitalized، دائما يكون أول حرف يكون capital letter، always دائما يكون noun، noun يكون اسم، may use initial دائما يكون بالبداية، بينما اسم النوع always دائما يكون lower case، يكون أقل، يعني الحرف الأول يكون small letter، usual عادة يعطي usual الآن adjective عادة كصفة لهذا الناون الاسم أو الجينس. أوكي، الأسماء are usual عادة derived مشتقة من اللاتيني أو الإغريق Greek أو may have لاتينايز انديغا، مثال عندنا الهومو سابينس، هذا هو عباره عن انسان، انسان اسم الجينس هو هومو واسم النوع هو سابينس، اما قلنا يكتب بصورة لاتينيه يكون بصوره مائله او نكتبها بصوره يكون غير مائله نضع تحتها خط، هنا بعض الاحيان نعطي مختصر، مختصر هذا يعتمد على من، على السيستم معين، مثل هومو اختصر يكتب بحرف اتش، مو يعني ما يجوز انه كيف مثلا الهومو اتش او يعجبني او تي ام، لا، هذه التسميه يكون محدده وعالية. عندنا فطر بنسيليوم نيوتيتيوم، هذا او اعطيه بالبدايه البي يكون النقطه وين نوتيتم، وهذا هذا تشمل خمار ذات بروديوس بنسيلين، والكينوس فاميلاريس وسي فاميلاريس عباره دومستيك دوك، هذا نوع من الكلاب الكبيره.
منزلية. أوكي، هذه التاكسونومي كاتيجوريز، الرتب التصنيفية. هنا آخر شيء هو عبارة عن الدومين، دومين تشمل البكتيريا واليوبكتيريا وكينج دم بروكاريوتين والفايلم برو بروتو بكتيريا. مثال عندنا بروتو بكتيريا عبارة عن ديفيجن، وكلاس الجاما بروتو بكتيريا، والأوردر هو عبارة عن إندورو بكتيريالز. دائما الرتبة ALES والفاميلي ACE يعني هاي إندورو بكتيريسي. وعندنا مثال عبارة عن الإشيريشيا والنوع كولا، يسمون الإشيريشيا كولا، نوع طبعا كولاي، وكل ما اخذنا اشارة شكل يكون هاي. اذا هاي بكتيريا معوية، هذا الاسم الجينس وهاي سبيشيز، ويصعد من فاميلي الى الدومين. عادي نحفظ هنا اكثر شيء عادة اسم الجينس واسم النوع. اوكي، وهذا يكون شكل تعال الاصبع طبعا. هذا التصنيف مثل عندنا على سبيل المثال عندنا الكومن نيم، اسماء بعض الاحيان هذا الدوغ الكلب الى اخره. مثل هذه كنقدم الانيميليا، وصعد الدومين من اليوكارياتي اللي يوكاريا كاريا انيمال والفانجا وبلانتي، وهذه البكتيريا الى اخره. نضع الدومين وكنقدام وننزل الى الجيناس والسبيشيز، وهكذا. هذه شرشة كولاي هنا الى اخره. اوكي، مثل هاي سكر ماز، نوع الفطر سكر ماز في شيء الى اخره. طيب اسم الجنس واسم النوع. زين، كلاسيفيكيشن قلنا او بكتيريا scientific nomenclature، تسمية علمية. عندنا إذا عرفنا بكتيريا سبيشيز، عندنا مصطلحات يكون النوع البكتيري والبكتيريا سترين، سلال البكتيريا. لنعرف شنو الاختلاف ما بين هذه المصطلحات. بكتيريا سبيشيز نوع البكتيريا والسلالة البكتيرية، شنو نقصد بيه؟ شنو تعريفه؟ بكتيريا سبيشيز معنى population of cells، مجموعة من ال population، مجتمع من الخلايا، with similar characters، مجموعة من الخلايا، مجتمع خلايا لها صفات يكون متشابه. إذن صفات من الخلايا، المجموعة من الخلايا لها صفات متشابهة، يسمونها صفة بكتيريا سبيشيز، نوع البكتيريا. سترين بكتيريا سلالة، عشان سب جروب أو بكتيريا سبيشيز، يعني صحيح تابع البكتيريا سبيشيز، نوع البكتيريا يكون سب جروب، يكون أسفل من أقل درجة من الحرارة. That has distinguished characters، يمتلك صفات تكون مميزة. كيف نميز هذه السلالة؟ من خلال ايدنتيفاي شخصها، من خلال نضع النمبرز ارقام، او نضع الحرف، او نضع الاسم ذات فولو، او نضع الاسم هذا او نيمز ذات فولو ذا ساينتفك نيم. يعني نضع الساينتفك نيم اسم العلمي، ثم نضع بعده يكون عدد او رقم. اذا وضعنا معنا هاي بكتيريا سترين، يعني مثل هذا النوع هو شنو نقول سب جروب، يعني يكون او بكتيريا سبيشيز نح صح يكون تابع للنوع، يكون لكن اقل درجه، يعني معناها يوجد اختلاف بسيط، بعض الصفات تميزت هذه السلال عن سلالات اخرى متابعه لنفس هذا النوع. مثل الشير الشوكولا يسمونه او 157 اتش 70، هذا الستريشن يسمونه بلدي دياري، صح تابعه للشير الشوكولا موجود معاه، لكن هذه السلال يسمونه النزف الدموي. هذا التصنيف صنف هنا يرجع للبكتيريا. اوكي، انتبهوا، يرجع للبكتيريا. هذا التصنيف على اي على اي اساس اعتمد؟ بيرجيز مانيوال بروفايز ريفرنسز فور ايدنتيفاي اند كلاسيفاي بكتيريا فيرست اديشن ببلشد ان 1923. هذا العالم سمى العالم بيرجي، وعنده وضع تصنيف ل اللي البكتيريا عام 1923، وعمل كتيب اسمه بيرجيز مانيوال. هذه واستمرت هاي الابحاث والكتب لحد هذا الوقت الحالي، اسمه بيرجيز كلاسيفيكيشن. مجموعه من العلماء الحضره ومن بيرجيز بعدين فيما بعد ساعده بيرجيز، وهذا يعطي شنو هذا الكتيب بروفايل، جهز ريفرنس ومرجع. تعريف معناه شنو تعريف هذا الكتاب؟ هو مرجع من المن اللي يصنف ويشخص ويصنف الكائنات، يعني يصنفه مثل ايش الشوكولا قلنا المترجع له فاميلي اوردر الاخري، ويعطيه اديت فاي تسميم ثنائي باينومال نومال كلاجا. هاي وين بدات عام 1923. هذا الكتاب على اي اساس يعتمد؟ يعتمد على كلاسيفيكيشن، تصنيف انيشال، بيعتمد على السيل مورفولوجي، ويعتمد على شكل الخليه، ويعتمد على السين تصبيغه، ويعتمد على ميتابوليزم فعاليات ايضا الكائن، ويعتمد على بايوكيمستري، ويعتمد على اختبارات المصريه سيرولوجيكال تيست. ايضا حاليا احدث من عندها طبعات يعتمد على من مور ريسنتلي، يعتمد على الدي ان اي والار ان اي وعلى البروتين سيكونسز
أنس تحليل تسلسل البروتينات، وهذه تعتبر من ضمن الـ evolutionary relationship، تعتمد على العلاقات التطورية معتمدة على الأساس الموليكولار. أوكي، إذا كل هذا اعتمد بيرغيز مانيول فيه. طبعا 1923 كانت أبسط اختبارات، لكن هنا جاي نقول هو السلسلة هذا الوقت هنا زادت واعتمد على التصنيع الحديث. إذا بيرغيز مانيول زين. بقى بعد عندنا بعض الأمور المهمة، ما هي؟ زين، هنا species عرفنا يكون هو صفة species مقارنة مع سترين، قلنا species هو specific or defined type، نوع معرف من الكائنات، defined عرف من خلال similarity with noun species، خلال التشابه ما بين النوع، وسترين هو genetic variation، تغير الجيني بداخل النوع، تغير الجيني بداخل النوع، وهذه نوع من الكليجر، ما هذه مجرد يعني راح أقرأ لكم هي خلاص للمحاضرة. الخلاص مع نوع من كليجر كتبته، هو نوع من كليجر عبارة تسمية علمية scientific name، أو يسمى systemic name binomial system of نوع من كليجر، يعطيني اسم الجينس قلنا واسم species ويكتب الإيطالي أو underline، وجينس name هو يعطي capital letter، ممكن capital هو اسم النوع يكون عادة يكون small، يعني هسه بصل له capital وهذه septalus يكون small letter. أوكي، وهذا يكون النوع من الكليجر شائع او ديسكراب نيم، ممكن اسم مثل عندنا اكو بعض الاحيان اسماء شائعه كانوا يستخدمونها مثل اليوتيوبر كال باسل العصيات الدرينيه نفس اللي بيها مايكوبكتيريوم تيبركسيس، صح انه وضع كانت تسميه ثنائيه، لكن بعض الاحيان اليوتيوبر كال باسل يعني الاسماء الشائعه باقيه لاعطاء صفه لهذا البكتيريا يكون مميز، مثل نيسير مينيجاتس سبيل سحاب الدماغ اسمها مينينجو كوكاس، ايضا باقي التسميه العلميه والتسميه الشعر common names أو يسمى descriptive name التسمية الوصفية، مثل عندنا streptococcus هنا البيجن يسمونه جروب أي streptococcus سبب لنا التنسلات التهاب اللوسي زين. عندنا بقى آخر شيء، نعم آخر شيء اللي هو شنو آخر شيء classification of virus تصنيف فيروسات. فيروسات are not considered living عادة، يعني كثير من العلماء يعتبرها كائنات حية by most biology، معظم الكائنات معظم العلماء البيولوجي because هذه الكائنات ليش شنو السبب انه lack cell تفقد الخلية فاقد الخلية on their own anabolic machinery فاقد الخلية وفاقد الماكنة الفعاليات الأيضية، ويسمى obligate intracellular parasite، دائما الفطريه العفو الفيروسات عارف انها فيروسات داخل خلويه مجبره انتراسيولار باراسايت فيها داخل خليه مجبره must have evolved يجب ان تشمل after their host cell evolved، يعني هي عباره عن فيروسات عباره عن طفيليات داخل خليه مجبره. ان عديد من العلماء يذكر انه يكون الفيروسات نن ليفنج اورجانيزم كائنات غير حيه، الاحرى مو كائنات غير حيه، صح انه على اساس انه هذه الكائنات تعيش فقط من داخل الهوست سيلز، شنو السبب؟ لأنه فاقد السيل وإذا فاقد الـ own anabolic machinery المكائن اللي صنع يعني فاقد ما تستطيع أن تصنع للـ ATP، أوكي؟ ما تصنع للـ ATP تصنع، إلى آخر تعتمد على خلايا المضيف، بس عديد من العلماء هسه ما يذكر انه كائنات غير حيه لما يكون يتوقف يكون بهذا التعريف اوبليجيت انتراسيلر يعني طفيليات داخل حيويه مجبره يعني متى ما دخلت هاي راح تكون تعيش، بينما تكون خارج ما تكون ميت تكون مثبطه، هذا سبب كائن لو كان ميت ما نسميه بالكائن. نرجع موضوع هو فيروس فيش النوع الفيروسي، هنا النوع الفيروسي يختلف عن بقيه الانواع الكائنات اللي ذكرناها كلها الكائنات الحيوانيه النباتيه هاي الممالك كلها او الدومين، شنو السبب؟ لانه قلنا هو شنو؟ عباره اوبليجيت انتراسل باراسايت لانه فاقد الخلايا وفاقد الاون انابوليك ماشينري، على هذا الاساس عرفوا جماعه علماء الفيروسات عرفوا النوع الفيروسي تعريف خاص له يعتمد عليه، هو عبارة عن population of virus مجموعة من الفيروسات with similar characteristics إلى صفات خاصة that occupies a particular ecological niche
مجموعة من الفيروسات لها صفات خاصة وتشغل ايكولوجيكال نيتش موقع بيئي. وعلى هذا الصفات يعتمد على التصنيف، هو على اساس مورفولوجي الشكل، وعلى اساس الجينات، وعلى اساس انزيمات، على اساس مورفولوجي وعلى اساس الجينات وعلى اساس الانزيمات. وانتهت المحاضرة، شكرا جزيلا لحسن اصغائكم، واي سؤال استفسار ممكن تراسلوني على جوجل كلاس روم او على التليجرام، واجابه. وشكرا جزيلا.